لن يدخل الناس في دين الله أفواجا حتى يخرجوا من دين الآباء أفواجا. هذا هي أطروحتي، لن يدخل الناس في دين الله حتى يخرجوا من دين الله أفواجا، لأنه هذا عن دين الآباء أفواجا، أنه هذا اللي هذا دين ورثناه من القرن الثامن والتاسع، حتى مصطلحاته الجهاد والقتال والكافر وكذا كله بذاك الوقت نحط، بس نحط ليناسب دولة عظمى كان متناسب معهم، أنه مضبوط يعني كان بيناسبهم تماما. بس أنتوا عم تستعملوا مصطلحات الآن، يعني الآن كل واحد عم يستعمل العنف باسم الدين، يقدم لحم بشري مجاني، يقدم لحم بشري مجانا، إن كان سني ولا شيعي، إن كان سني ولا شيعي. هل أنت أقرب إلى المذهب السني أم إلى المذهب الشيعي؟ أم تعتبر نفسك خارج؟ أنا خارج هذه تماماً. المذاهب تماماً. جميعا تماما، لأنه كمان عند اثنين محور الإسلام هو النبي والصحابة، وعند الشيعة أهل البيت كمان يعني أضافوا له، بس اثنين نفس الشيء.